ايه بقى قصة ان انت مضيت للزمالك 4 مرات؟ اكيد جمهور الزمالك هيبقى عنده فضول كبير يعرف ايه كواليس هذه الاجواء. والله هو انا في بدايه ظهوري مع نادي الحرس، كان اول سيزون كان في 2012. كنت انا ماضي 5 سنين في نادي الحرس، فبعد اول موسم تواصل معايا الاداره في نادي الزمالك، كلموني وكان في بقى عرض رسمي للنادي الحرس. الموضوع ده بقى استمر من 2013 لحد 2016، كان كل سنه بيبقى في عرض. ما حصلش نصيب بقى، كان في تنوع طبعا في الرفض. مره يعني اول سيزون مثلا كان من الرفض ان انا لسه اول سنه ليا وجاي من هنعرض بره، لك حاجة دلوقتي، كان لسه اول حاجه، فكان الرفض ان دي انا أول لسه مرة مع الكابتن أحمد سليمان. ها؟ دي 2013 او 14. 2014 2014 دي كان تاني مره، دي كانت تاني مره اوقع فيها. دي الصوره دي مش مع حد على الصورة فكره. دي يا جماعة من 2014، بس عشان جمهور نادي الزمالك دي صورة حصرية لينا احنا فعلا ومش مع حد، ولكن كابتن أحمد سليمان ما شاء الله فت دايما. فيعني الصورة دي من 2014 صح؟ دي كان تاني اه مرة أوقع فيها للنادي. وزي ما بقول لحضرتك كده، كان الرفض كان يعني أول سنة كنت أنا كابتن لسه أحمد سليمان صعب تقعد معاه وتقول لأ. يعني كل الناس اللي بتقعد مع كابتن أحمد سليمان الأمور بتبقى شبه هو خلصانة. شخصية جميلة قوي، وكان في تواصل بيني وبينه أعتقد لمدة سنتين أو ثلاثة في الفترة اللي أنا كنت بيبقى في تفاوض ما بيني وبين النادي. حد جميل جدا، وحد بيحب نادي الزمالك جدا، جدا طبعا. والموضوع بقى كان تم كذا مره. وفي الرفض كان في تنوع في الرفض، مره ان انا لسه جاي ولسه قعدي طويل، مره تانية كان في مره منهم برضو كنت انا واحمد حسن لا ميكي. انا السنه ثواني بقى، يعني واحده واحده معايا كده. معاك في اللي انت عايزه. كابتن ماشي. احمد سليمان اللي كلمك في الاول وقعدت كان معاه، تمام. ماشي، ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ قدموا عرض رسمي للحرس، ماشي. العرض اتقبل بالرفض اول مره، لان انا كنت لسه اول سيزون ليا في النادي، فكان الرفض ان احمد لسه ما عملش حاجه للنادي، هيستنى شويه ولسه عقده 5 سنين مكمل والكلام ده. فالسيزون ده أثرت خلص عليك بقى أنت الموضوع ده، ضايقك؟ اول سنه. لا اول سنه لان انا كنت لسه اوريدي كنت ماشي من الشرقيه وطلعت عملت ترانسفير في غانا ورجعت، فكان اول سنه ليا في الدوري الممتاز. فالموضوع بدأت الأول في ناشئين الإسماعيلي بعد كده الشرقية، بعد كده مذاكرين الشرقية. خلي بالك. الشرقية بقى من وانا عندي 16 سنة بلعب في الدرجة الأولى، لحد ما شاء الله. كان كل سنة بقى بيجي لي عروض للدوري الممتاز وكده. فكان في رفض من النادي ان انا امشي، فاضطريت بقى ان انا اعمل ترانسفير بره في غانا وارجع. رجعت كان عندي عروض كتير جدا من الدوري الممتاز، فحصل لي نصيب في نادي الحرس يعني مع كابتن حلمي، فابتدت بقى رحلتي في الدوري الممتاز. كابتن حلمي طولان برضو راجل زملكاوي جدا ودايما بيكون بيتمنى الخير لأي لاعب طبعا، ولكن انا عايز اعرف انت بقى اتكلمت مع كابتن حلمي انا عايز اروح نادي الزمالك مثلا، او اتوسط يا كابتن مثلا مع الناس في إدارة حرس الحدود، الكلام ده اكيد بيحصل. الكابتن حلمي اتكلمنا، بس الكابتن حلمي كان بيفصل نفسه عن المواضيع دي اكيد بصراحة، طبعا. لان هو انا من وجهة نظري الكابتن حلمي ممكن هو الوحيد في مصر اللي بيشتغل باحترافية الوحيد؟ من لا الناس اللي اكيد انا في ناس اتمرنت، كتير بتشتغل بس هو باحترافيه، ممكن اقوى واحد اللي هو من بيعرف اقوى الناس اللي بتشتغل باحترافيه. بيفصل نفسه عن كل حاجة، تمام. بيخليك تركز في اجواء الكرة بس. انا ممكن اتمرنت مع كل المدربين اللي في الدوري الممتاز كلهم، كابتن حلمي هو اقوام في الحتة دي، بيعرف يفصل نفسه وبيعرف هو على فكرة بيعشق نادي الزمالك جدا جدا جدا، شخصيه جميله خلاف كابتن حلمي طولان.